عمليات دهم وتفتيش ضمن قاطع مسؤولية وادي الثرثار غرب تكريت، تم من خلالها العثور على أكتاس أسلحة ومواد غذائية بكميات كبيرة. هذه الأسلحة كما يؤكد منفذ عملية الاستيلاء عليها من منتسبي قيادة عمليات صلاح الدين، أنها كانت تستخدم من قبل عناصر داعش ضد الحياة المدنية وقطعات الجيش. باشرنا هذا اليوم في عملية عسكرية في وادي الثرثار، وتمكننا من العثور على أعتدة ومواد متفجرة ومواد غذائية كان يستخدمها داعش الإرهابي، وتمكننا والاستيلاء على أعتدى وأسلحة ومتفجرات ومواد غذائية كان يستخدمها في حياته الطبيعية والأسلحة التي تستخدمها على حياة المدينة وقطاعات الجيش، ومستمرين في ملاحقة داعش في أراضي العراق وفي صلاح الدين. ومن جهتها فقد أكدت قيادة عمليات صلاح الدين كما جاء على لسان قائدها ضرورة استمرار هذه العمليات في مناطق جزيرة سامراء وحمرين وأمام علاس وعجيل والعيث والعظام لتطهيرها من بقايا داعش. تم العثور في هذه المنطقة على 4 أقداس للعدو في هذه المنطقة كانت مدفونة تحت الأرض، تحتوي على الرشاشات أحادية 12.7 بالعشرة ومسدس كلوك محور قاتم صوت وأعتدة ومواد تفجير وعبوات ناسفة وقنابر هاون 60 ملم ومواد غذائية بكميات كبيرة. قيادة العمليات مستمرة، احنا عندنا عملياتنا في الجزيرة وكذلك في حمرين وأمام علاس وأمام عجيل وكذلك منطقة العيث وحاول عظيم. من خلال عمليات دهم وتفتيش مستمرة، أكدس أسلحة ومضافات تشير كما أكدت غرفة عمليات صلاح الدين إلى ضرورة تكثيف الجهود لتنظيف كافة المناطق ضمن قاطع المسؤولية. من صلاح الدين فراس الحسني، الصغير.